ينفعش، ما تضيعيش وقت يا هاني، بطاعتك مش على المكان هنا. خلاص انا ممكن اجي لحضرتك بكره تكون رايق اكتر. في ايه يا منصور؟ ما تخف على الناس شويه. خليك في حالك والنبي يا سي معتز، فاضلش الا الموظف اللي متعين امبارح هيعلمني شغلي. ما تلم نفسك يا منصور وتنجز. احنا اسفين اسفين يا فندم. هو انا برضو مش في الشارع العقاري هنا، ولا انا جيت المرور وانا مش واخده بالي؟ يا سلام، بتتريقي حضرتك؟ طب روح بقى اعملي لي فيشو تشبيه في الاسم اللي انت تابعه. طب وحضرتك عايز الفيشو التشبيه بتاعي عشان تعمل بيه ايه؟ انا عارف هتعوز الفيشو التشبيه تعمل بيه ايه. ما تطلب بالمره منها عينه دم عشان تعرف اذا كان دمها خفيف ولا خفيف. بتتريق يا سي معتز؟ طب عين دم فيك، مش هغير لها اي بيانات الا لما تجيب لي عينه الدم فعلا. لا هي مش هتجيب لك عين الدم، انا بقى اللي هجيب لك عين الدم. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا شويه؟ ايه ده يا استاذ؟ ايه ده يا استاذ منصور؟ ايه ده؟